حول هذا الموضوع من لندن أرحب بالسيد سامر خلاوي محلل سياسي. أهلا ومرحبا بك دائما معنا سيد سامر في برنامج حديث اليوم. قبل الحديث عن هذه التحركات، كيف من الممكن أن نضع توصيف لما يحدث في مناطق سيطرة الحكومة السورية بعد خروج أصوات مناهضة أو احتجاجات شعبية في مختلف المناطق السورية خاصة بالسويداء وأصوات في الساحل السوري؟ يعني هناك حالة غليان على معظم الأراضي السورية وحتى التي يسيطر عليها قوات بشار الأسد، ففي محافظة درعا التي تهيمن عليها روسيا وحزب الله وإيران وقوات بشار الأسد هناك انتفاضة في كافة أنحاء المحافظة، أيضا السويداء، وأيضا هناك بعض المناطق في دمشق كما وصلنا وفي حي ركن الدين، وهناك أيضا استنفار أمني في دمشق خوفا من امتداد المظاهرات إلى تلك المنطقة. لذلك يعمل النظام وقوات التابعة لبشار الأسد على الاستباق قبل حدوث هذه الانتفاضة باستنفار أمني شامل، والخوف أيضا في كما ذكر التقرير، هذا صحيح، أن تمتد هذه الانتفاضات في باقي منطقة الجنوب في القنيطرة. لذلك هذا النظام يخشى أن تكون هذه الانتفاضة عارمة، خاصة كما ذكرت أن هناك مناطق محكومة بالقبضة أمنية أسدية إيرانية روسية انتفضت، وهناك أيضا في أحياء حلب التي تسيطر عليها قوات الأسد وإيران وروسيا أيضا انتفضت، وكذلك شاهدنا في الرقة وفي دير الزور وفي مناطق كثيرة من سوريا. والنظام لا يزال يراهن على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، هذا تأكيد للمؤكد أن الشعب السوري لن يرضى بالتوقف عن هذه الثورة حتى إسقاط هذا النظام المجرم القابع على صدور الشعب السوري. سيد سامر، اليوم هذه التحركات سواء كانت بالسويداء أو الاحتجاجات الشعبية الحالية في السويداء أو حتى التي تحدث في الساحل السوري، بعض الأصوات التي خرجت، المخاوف من أنه تنتقل هذه الأصوات أو هذه الحالة إلى دمشق، هل اليوم تعتبر فعلا دمشق والحكومة السورية ما يحدث أو تضعه في الحسبان فعلا وهي تعتبره مخاوف حقيقية هذه المرة؟ نعم، بلا شك، يعني صحيح أن هناك بعض الاضطرابات التي كان ظاهرها الاحتجاجات على المعيشة، ولكنها بالأساس المشكلة الأساسية في وجود هذا النظام المجرم. يعني نحن نتحدث عن مشكلة من المشاكل التي تركها ولا يزال يتركها هذا النظام المجرم. لا يمكن حل مشاكل سوريا طالما بقي هذا النظام المجرم. هناك من حاول أن يعبر ولكنه أراد أن يقول بأن هذه احتجاجات على الحكومة وعلى المعيشة، ولكن في حقيقة الأمر الاحتجاجات هي ضد هذا النظام المجرم وضد الأجهزة الأمنية القمعية وباقي الميليشيات التي تتبع لهذا النظام. والنظام يعلم حقيقة هذا الأمر ويعلم أن المطالب هي بالأساس هي مطالب إسقاط النظام. ولو كان هناك يعني قليلا من الحرية وقليلا من الأمن في المناطق السورية كافة لشاهدنا المظاهرات كما هي بالملايين كما كانت في بداية الثورة، ولكن كما ذكرت لك القبضة الأمنية الآن شديدة، ليس فقط قبضة بشار الأسد وقوات بشار الأسد بل أيضا الميليشيات الإرهابية الإيرانية والعراقية والأفغانية والباكستانية وميليشيات حزب الله الإرهابي، كل هؤلاء. نعم سيد سامر. نعم. نعم، على ما يبدو انقطع صوت حضرتك لبرهة يعني أو لثواني. طيب، المصادر التي تحدثت اليوم عن هذه الحواجز المؤقتة وهذا الاستنفار الأمني خاصة بالقلمون تحدثت أنه عم بتصعد بهذه المنطقة بغية تسويق تسويات جديدة وفرض سيطرتها الكاملة على هذه المناطق لا سيما بالقلمون القريبة من الحدود اللبنانية. اليوم حتى إذا كان في تسويات، هل من الممكن أن يمنع المخاوف من انفجار الأوضاع داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية؟ هل هذه التسويات ستمنع الاحتقان برأيك؟
يا سيدتي دعيني أن أوضح بأن هذه المناطق رنكوش والمناطق القلمون كلها مناطق انتفضت ضد هذا النظام المجرم. وبالنسبة لحديث عن المصالحات، شاهدنا هذه المسرحيات المصالحات وذكرت أكثر من مرة لقناتكم، وأعطينا الدليل بأن كان هناك من الميليشيات الأفغانية كان يصطفي الدور من أجل أن يقوم بإجراء مصالحة، وكانت هذه فضيحة على الإعلام الأسدي. وكان أيضا هناك من ميليشيات ما يسمى بالدفاع الوطني كانوا أيضا يصطفون من أجل إجراء المصالحات وكي يخدعوا الشعب ويقولوا بأن هؤلاء المقاتلين تمت التسوية معهم. هذه أولا مسرحية. ثانيا لنا عبرة ولنا ثوابت فيما حصل في درعا. كل هذه المصالحات باستثناء القلة القليلة التي لا تزال مع بشار الأسد أثبتت أنها أجبرت على هذه المصالحة بضغط روسي إيراني، ولكنهم في حقيقة الأمر هم قنابل موقوتة والنظام يعلم ذلك، ولكنه لا يزال يكذب على نفسه ويوهم نفسه بأنه سوف يعيد السيطرة على الأراضي السورية. لذلك هذه المناطق كلها وحتى التي تسيطر عليها قوات بشار الأسد وإيران وروسيا هي أيضا مناطق كامنة ممكن أن تنفذ. سيد سامر تقترب. سيد سامر. سيد نعم سامر. انقطع صوتك بالأخير، كنت تتفضل وتتحدث بنقطة أنه هذه المناطق تقترب إلى ماذا؟ نعم أنا أقول هذه المناطق هي قنابل موقوتة، إن أتيحت لها الظروف الملائمة سوف تنتفض أيضا في وجه بشار الأسد، ولن يستطيع بشار الأسد قمع هذه المظاهرات التي سوف تعم سوريا. يعلم بشار الأسد بأنه يتراجع يوما بعد يوم، وكل هذه الإجراءات القمعية التي يقوم بها لا قيمة لها ولا تأثير لها، بالرغم من أنه يدعي بأنه يعمل على إجراء بعض الإجراءات التي تحد من 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 هيمنة بشار الأسد، مثل إلغاء المحكمة الميدانية التي أعدمت آلاف المواطنين الأبرياء، ولكن كما ذكرت لك الجريمة لا تموت بالتقادم. كل ذلك سوف يتم محاسبة بشار الأسد عليه، وهو يعلم علم اليقين بأنه بأن وجوده مرهون بالدعم الإيراني الروسي الميليشياتي من إيران ومن العراق ومن حزب الله. بشار الأسد قاب قوسين أو أدنى من النهاية، ونتأمل أن تكون هذه النهاية تقترب بسرعة أكثر من ذلك كي يستعيد الشعب السوري حريته وكرامته ويحاسب هذا النظام المجرم ومن ما وقف مع هذا النظام المجرم على الجرائم التي ارتكبوها في سوريا. ونقطة أخيرة أنا دائما أكررها، أن مشاكل سوريا لن تحل إذا بقي هذا النظام. كل ما يحدث في سوريا هو من تداعيات وجود بشار الأسد، لذلك إذا حلينا مشكلة سوف تظهر لنا مئات المشاكل طالما بقي هذا النظام المجرم الذي أعلن الشعب السوري بشكل واضح وجلي بأنه ضد هذا النظام وأنه سوف يسقط هذا النظام بالرغم من كل أشكال الدعم التي يتلقاها هذا النظام المجرم. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به. من لندن المحلل السياسي سامر خليوي، شكرا جزيلا لك.